تقوم هيئة البحرين للثقافة والآثار بإنشاء مركز زوار بموقع مسجد الخميس الأثري بعد أن تم الانتهاء من ترميم آثار المسجد، وذلك لفتح آفاق جديدة لزيارة الموقع وتفهم مكانته وأهميته التاريخية. نعم، فمن شأن ذلك إرساء مقومات الهوية المحلية في المقام الأول والزيارات السياحية الثقافية في المقام الثاني كوسيلة لإثراء الدخل القومي، حيث تنطبق هذه الاستراتيجية على جميع الآثار الوطنية سواء المادية وغير المادية دون تمييز. وقالت الهيئة أنها انتهت من عمل جميع الدراسات المختصة لبناء مركز زوار الذي تم تصميمه بدقة كي لا يطغى على المكونات التاريخية والأثرية التي تم الحفاظ عليها بالموقع الأثري، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الأعمال. وسيحتوي مركز أزوار على جميع المعلومات التاريخية التي تؤكد كون المسجد من أقدم المعالم الإسلامية، حيث يعود إنشاؤه حسب الروايات المحلية إلى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. وسيضم مركز أزوار مركزا للمعلومات يتيح للزائر التجول في قاعة لعرض تاريخ المسجد وأهميته ومكانته على مر العصور الإسلامية كأحد أقدم المساجد في منطقة الخليج، إضافة إلى تطوير الممرات المحيطة بالموقع وإضافة عناصر تجميلية ليصبح أحد أهم معالم التراث البحريني الإسلامي. وحول مسجد الخميس معنا على الهاتف الباحث في التاريخ البحريني السيد بشار الحادي. سيد بشار، يعني لو تحدثنا عن مركز الزوار والإنشاءات الجديدة التي تمت فيها، وتحدثنا أيضا عن الأهمية، أهمية مسجد الخميس من الناحية التاريخية والثقافية. طبعا يعتبر مسجد الخميس الذي يقع في منطقة الخميس بمملكة البحرين هو ثاني مسجد يبنى خارج حدود الجزيرة العربية، حيث تم تشييده في عام 692 للميلاد، أي تقريبا في عام 72 للهجرة، في فترة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. ولا شك أن هذه الفترة المتقدمة يعني هي فترة مهمة، خصوصا إذا لاحظنا أنه هو يعتبر يعني بني بعد مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص معروف من المساجد القديمة في مصر، وهو من أقدم المساجد اللي أسست في مصر على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص الذي قام بفتح مصر في فترة خلافة عمر بن عبد العزيز. فإذا قارنا بين يعني مسجد الخميس وهو هذا المسجد الأثر التاريخي المهم الذي يقع في مملكة البحرين، وبين مسجد عمرو بن العاص الذي يقع في جمهورية مصر العربية، نجد أن تقريبا بين هذه المسجدين يعني بينهم تقريبا 50 عام فقط بين بناء مسجد عمرو بن العاص وبين بناء مسجد الخميس، وهذا ما يؤكد على أهمية وقدم هذا المسجد وهذا المعلم التاريخي والحضاري في مملكة البحرين. نعم. طيب كيف يمكن أن يكون مسجد الخميس داعما للسياحة في البحرين؟ ولو نتحدث أيضا عن المكانة السياحية لهذا المسجد. لا شك أن يعني الآثار في البحرين تحتاج إلى مزيد من الخدمة، تحتاج إلى مزيد من الدعم، وعلى رأسها مسجد الخميس. يعني احنا نحتاج الى ان الجمهور في الشرق الاوسط وفي الخليج العربي يعني تصلهم اكبر معلومات عن هذه المعالم الحضارية والتاريخية في مملكة البحرين، ونحتاج الى برامج تلفزيونية وبرامج تاريخية وتوعوية، نحتاج الى جهود كبيرة من وزارة الاعلام لابراز هذه المعالم الحضارية في مملكة البحرين. واللي احنا في امس الحاجه في هذا التوقيت ان نوصل ما لدينا من حضاره وارث ثقافي لاخواننا في دول مجلس التعاون، وايضا لجميع الاخوه في الشرق الاوسط. يعني هذه مهمه، يعني مهمه كبيره، يعني يقع عاتقها على وزاره الاعلام. وكذلك بالنسبه لي يعني من الامور ايضا التي تبرز مسجد الخميس بشكل وبصورة أكبر وأوضح إنشاء متحف لعرض تاريخ هذا المعلم الأثري والإسلامي النادر، ومركز لاستقبال الضيوف والزوار من داخل وخارج مملكة البحرين. وأحب في هذا المقام أن أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
على دعم اللامحدود لفكرة إنشاء مركز زوار مسجد الخميس، والذي سيبرز وبشكل لافت دور هذا المعلم التاريخي والإسلامي. نعم، الباحث في التاريخ البحريني السيد بشار الحادي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.